اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هتبقى تاني حلقه من حلقات ليله راس السنه والكريسماس، وهنتكلم على الثلاث ابراج اللي هم ايه يا عبير. النهارده هنتكلم عن برج السرطان، تمام، وعن برج العذراء وعن برج الاسد. سرطان وعذراء واسد، والبرج الاكثر حظ انا شايفه انه عندنا النهارده برجين، الاسد في التلتين الاولانيين من السنه، وفي اخر السنه هيبقى برج العذراء ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا هقول لكم هنعمل ايه النهارده، الاكل اللي هنعمله ايه اللي برضو هيبقى لايق على الاعياد بتاعتنا. هنبقى هنعمل النهارده بابا نويل بعجينه البيتزا، هيبقى حادق، وهنعمل كمان شجره كريسمس، شجره كريسمس تلج بالكب كيكس والكريم شانتي. تعالوا نشوف بابا نويل هنبقى محتاجين ايه. هنبقى محتاجين دي، التفاصيل في الوصفه هتطلع عندكم على الشاشه، دي وجبنه كوبايات ولبن باودر وخميره وزيت وجبنه اسطنبولي وصفار بيض وطماطم شاري وفلفل وزيتون للتزيين، ودي صفار بيضه مع لون احمر عشان نلون بيها البرنيطه بتاعت بابا نويل. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط المقادير دي كلها في العجينه. عقبال بقى بنحط المقادير، عبير هتتكلمي اول برج هنبتدي بيه ايه؟ هنبدا بالسرطان. بالسرطان خلاص، تمام كده. اوكي، انا هبتدي الاول بالجبن والزيت، وبعد كده هحط اللبن الباودر وهحط الدقيق معلقه معلقه. اتفضلي. اوكي، الاول هنتكلم عن برج السرطان. برج السرطان رغم ان السنه بادئه معاهم صعبه شويه، هيبقى فيه كتير كواكب في مواجهتهم لغايه 20 يناير، فيحاولوا في الفتره دي ان هم يعني يتحكموا في عصبيتهم ويتحكموا في التشوش والتشتت اللي عندهم شويه لغايه 20 يناير. بعد كده الدنيا ممكن تبقى تتحسن معاهم شويه شويه تدريجيا، بس يعني ما برضو ما خبيش عليهم ان هم عندهم في مواجهة برجهم طول السنة في بلوتو، ومعاكس في منزل العمل في اورانوس. فالبرجين الكوكبين دول في الوضع المعاكس ده ممكن يخلوهم يجبروهم على ان هم يتطوروا، بس تحت ضغوط وبقسوة شوية. هيبقى في تغيير وتطور في حياتهم بس بتعب وبقسوة. عندهم كمان في منزل العمل عندهم زحل، وعندهم المشتري في منزل العلاقات بعد 11 أغسطس. تبدأ الدنيا بقى تتحسن معهم بعد 11 أغسطس لما المشتري يوصل لمنزل العلاقات، ساعتها هيديهم حظ كويس قوي. وممكن اي اسئله كانت بتشغلهم او اي مشاكل كانت واقفه في طريقهم هتبدا تتحل عندهم من بعد 11 اغسطس. انا شايفه، او لو حبيت ادي عنوان للسنه بتاعه السرطان، اقول ان السنه دي بالنسبه لهم هي عام الخروج الى النور، سنه الخروج للنور. بس الخروج للنور ده هيكون في التلت الاخير من السنة. اوكي، بالنسبة للناس اللي متجوزين بقى، انا بديهم نصيحة من المتزوجين من برج السرطان، يعني نصيحتي ليهم ان هما بس يكونوا حذرين شوية، بالذات اول شهر من السنة. عندهم بلوتو بيخليهم عصبيين، بيخليهم متطلبين قوي، بيفقدوا اعصابهم بسرعة. لكن عندهم بعد 11 اغسطس مزاجهم هيكون اهدى، هيقدروا ان هم يستعيدوا ثقتهم في شريك حياتهم، ويقدروا ان هم يرجعوا تاني الحب لعلاقتهم، بس ابتداء من 11 اغسطس. بس ما يمنعش يعني ان هم طول ما هم قادرين يتحكموا في التلتين الاولانيين من السنه في عصبيتهم الدنيا تمشي احسن. اوكي، الناس اللي مش متجوزه بقى او الغير مرتبطين، عندهم في التلت الاخير من السنه فرصه كويسه قوي للارتباط، وممكن تظهر علاقه ليها مستقبل في الفتره دي اللي هو من اول 11 اغسطس. اوكي، بالنسبه للشغل، الشغل عند مواليد السرطان عندهم ممكن يكون في فرصة رغم كل المشاكل اللي قلت عليها ممكن تقابلهم او مصاعب، لكن عندهم فرصة ان هم يأسسوا العمل جديد،
شغل جديد ممكن يبداوا، وبس بشرط ان هم يقبلوا بالضغوط اللي وقع اللي هم واقعين او الضغوط اللي وقع عليهم. يعني عندهم كمان زحل في منزل العمل هيخليهم طول السنة يقدروا يحطوا أسس قوية للتقدم أو أسس قوية لأي مشروع بيعمله. وأهم من ده كله بقى أن التلت الأخير برضو من السنة هو هيكون أفضل في كل حاجة إن شاء الله بالنسبة لهم. هيكون عندهم استقرار، هيكون عندهم ثبات، عندهم قدرة على الإنجاز بفاعلية، وعندهم دعم من ناس مهمين. يعني ممكن يكون عندهم لقاءات بناس مهمة تدعمهم. اوكي، ده بالنسبه للشغل. الناحيه الماليه بقى بالنسبه لمواليد السرطان، عندهم في منزل المال في المشتري، والمشتري هيتنقل بعد كده يوم 11 اغسطس للمنزل الثالث. المهم انه كده طول السنه عندهم دعم حلو جدا من المشتري في الفلوس. يعني يمكن ده السرطان احب ابشرهم ان هم من ناحيه الفلوس السنه دي عندهم احلى دعم. اوكي، من اول السنه الاخيره. وده يعني خليني اقول لهم ان ممكن تكون السنه دي مناسبه جدا ان يكون فيها فلوس اكتر، يكون فيها مطالبه مرتب اكبر. بس كمان هم عندهم رغبه في التبذير، فيحاولوا ياخدوا بالهم قوي من ناحيه الفلوس ان هم يمسكوا ايدهم شويه. اوكي، ممكن اقطع كلامك ثواني؟ اتفضل. احنا حطينا كل المقادير زي ما انتم شايفين، هنحتاج بقى نحط كوبايه ونص ميه دافيه في المقدار عشان نقدر سهل ان احنا نعجنه. وبعد كده هنسيبها تخمر لمده ساعه، وبعد لما تخمر لمده ساعه هقول لكم الخطوه الثانيه واحنا بنعمل هنحط الميه. وبعد كده هنستناها بس تتعجن. اتفضلي يا عبير. خلاص اوكي. انا عموما انا تقريبا خلصت كده برج السرطان، بس ممكن اقول ايه الابراج اللي بتمشي معاه. بيمشي معاه الابراج المائيه بتمشي معاه، والابراج الترابيه بتمشي معاه. يعني عندنا مثلا الابراج المتوافقه مع السرطان التور والجدي يمشوا كويس قوي مع مواليد السرطان. نضيف كمان الابراج المائيه زي العقرب والحوت كمان يمشوا كويس قوي، بس السرطان مع السرطان هي دي العلاقه يعني اللي ممكن يكون فيها محتاجه مجهود شويه، عشان برضو صفه التقلب دي بتعمل ممكن تعمل مشاكل بينهم شويه. انا حطيت بس رشه ملح على العجينه، ما ننساش رشه الملح دي مهمه، وممكن كمان نحط معلقه سكر صغيره لو انتوا بتحبوا الحاجة تبقى فيها نسبة مسكرة سنة كده. خلاص طيب، انا عاملة لكم عجينة جاهزة. انا قطعت كلامك؟ لا 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 خالص، بتتكلمي على برج السرطان الابراج المناسبة للانسان. انا مركزة معاكي. انا دي الخميرة بعد سوري، دي العجينة بعد لما احنا سيبناها لمدة ساعة. هنقطعها بقى دلوقتي، احنا هنعمل النهارده بابا نويل. هنقطعها وبعد كده نسيبها برده ساعه مفروض لحد ما تخمر، بس احنا النهارده يعني هنكتفي بالساعه الاولانيه، بس يفضل ان احنا بعد لما نقطعها نسيبها برده شويه. اتفضلي بقى كملي. اوكي، هفضل حته بس صغيره نقولها لمواليد السرطان، ان هم يعرفوا اللون بتاعهم، الالوان بتاعتهم هي الفضي والرمادي، دي الالوان المفضله او اللي بتديهم طاقه كويسه. المعدن بتاعهم هو الفضه، والحجر بتاعهم هو اللؤلؤ. ما انت قلتي النهارده البس اخضر ليه؟ احنا إيه؟ عشان العذراء. احنا قلنا ان العذراء السنه دي هتبقى السنه الذهبيه عندهم. تمام. فاحنا لابسين اخضر عشان خاطر العذراء، هم اللي عندهم حظ كويس قوي. ماشي، انا هقطع بس العجينه على شكل مثلث، والعجينة تبقى سميكة إلى حد ما. يعني نشوفها كده زي المثلث اللي أنا عاملاه. كملي بقى وأنا بشتغل كده. أوكي. طيب، إحنا عندنا برج الأسد. إحنا خلصنا كده خلصنا السرطان. برج السرطان. تمام.
البرج اللي انا شايفه انه عنده حظ حلو مش وحش هو برج الاسد، لان عنده المشتري في برجه من اول السنه، ومن السنه اللي فاتت يعني من 2014 المشتري دخل يوم 16/7 في برج الاسد ومستمر معاه لغايه 11/8، فده هيديهم لغايه 11/8 حظ كويس قوي. بس ده مش معناها انه بعد 11/8 الحظ هيروح منهم، لا، بعد كده في فينوس عندهم في برجهم كمان لغايه 8 اكتوبر، وعندهم كواكب داعمه ما شاء الله لغايه بعد كده كمان. فانا شايفه ان الاسد عندهم حظ كويس، خصوصا ان زحل اخيرا خرج من معاكستهم في منزل العيله، فده هيخفف الضغوط عليهم كتير. هي بس السنه بادئه شويه معاهم بان مواجهه المريخ لبرجهم ده يخليهم عندهم مشاكل في الشراكه مع شركاء الحياه لغايه نقول نص يناير. بعد كده هيبقى في بعد نص يناير هيبقى في ان شاء الله انفراجه من ناحيه العلاقات الزوجيه، وهم يحاولوا سوري معلش كملت. طيب هما بقى يحاولوا برضو ان هما يتحكموا في عصبيتهم. الواحد لما بيكون عارف انه في تأثير، يعني حتى كان في لسه حد من برج الاسد بيقول لي انا، او واحدة يعني بتقول لي ان انا على طول عصبية بدون سبب، يعني انا حتى مش عارفة ايه السبب. فبقول لها هو ما عنديش انا اي اسباب غير ان اقول لك ان المريخ اللي في مواجهه برجك ده بيخليكي الى حد كبير عصبيه، بس بتبقي عارفه بتعرفي بتعملي مجهود عشان تحاولي ما تسيبيش نفسك للعصبيه. اوكي. طيب انا بس عايزه اقول لكم حاجه بخصوص بابا نويل، احنا نرسم الرسمه، يعني نرسم الكاب بتاعته او البرنيطه بتاعته زي ما انا رسمها كده ونقطع عليها اسهل، يعني طبعا الاطفال هيحبوا يعملوا قوي الحاجات دي. والدقن بنرسم حاجه زي الهلال بالظبط، بنرسمه وبعد كده بنركبه عليه. اوكي كملي بقى. هكمل. طيب نرجع بقى للاسد. انا شايفه ان الاسد السنه دي بالنسبه لهم لو حبيت اديها عنوان اقول انها سنه النجاح. المشتري هيديهم قدرة لأن هم يعملوا لقاءات، أو هيديهم فرصة إن هم يعملوا لقاءات مفيدة، وممكن قوي يكون في دعم من ناس مؤثرة جدا في حياتهم. عندهم نجاح مالي وعندهم نجاح في الشغل وعندهم كمان اتزان عاطفي، فده هيديهم. هو طبعا برج ناري، فالأبراج النارية زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت إن الأبراج النارية عندهم احلى حظ السنه دي. عندهم اورانوس في منزل الحظ هيديهم روح تحدي ويخليهم ان هم عندهم رغبه في التجديد وان هم يعملوا حاجه مهمه في يعني او حاجه جديده او يبداوا نشاط جديد في حياتهم في 2015. الناحيه بقى لو حبينا نبدا، هبدا بالناحيه العاطفيه. انا شايفه ان هم عندهم تفاهم كويس قوي زي ما قلنا من بعد 20 يناير مع ازواجهم. عندهم كمان اكتر فتره فيها توافق وهدوء عاطفي واتزان عاطفي هتكون من اول 6 يونيو لغايه 8 اكتوبر. وعندهم تقارب حلو جدا في الفتره دي مع ازواجهم. بالنسبه بقى للناس الغير مرتبطين، فعندهم المشتري وفينوس ده في برج الاسد. المشتري عندهم لغايه 11 اغسطس، ده يديهم برضو حظ كويس قوي في ان هم يقابلوا. طيب انا علاقه تدوم طويلا. قولي يعني. صاحبتي 5/8 هي موصياني، يعني 5/8 ده حظه ايه السنه دي؟ دي لازم احسب لها بقى يعني. لازم حسبة. بس يعني لو عايزه تقولي لها التوقعات العامه. اوكي. بس عايزه نحسب لها على الهوا براحتك يعني. انا بس عايزه اقول لكم حاجه، انا بقصقص الدقن بتاعت بابا نويل بالمقص وهنبرمها، يعني نخليها حاجات عشوائيه كده، لما بنحطها في الفرن وتطلع بتبقى ظريفه جدا. انا هوريكم ازاي طبعا بتبقى عامله ازاي. اوكي. احنا صاحبتك هقول لها حاجه. هقول لها ان هي بس عندها مشتته شويه، فتحاول تركز، ما تبقاش لان هي عايزه كل حاجه في وقت واحد السنه دي. تحاول تركز على الهدف هدف.
وعندها حظ في العلاقات الاجتماعية كويس قوي، فما تنعزلش، حاول تستقل. لا غير العلاقات الاجتماعية، ما فيش علاقات زوجية. لا ممكن يبقى عندها، لسه كنت بقول عندها المشتري. عندهم فينوس من أول 6 يونيو لغاية 8 أكتوبر، فهي عندها السنة كلها لغاية 8 أكتوبر. ويليق يليق معها الأسد برضو لو هو 5-8 برضو؟ طبعا. الاثنين لما بيكونوا يعني نفس التاريخ بيبقى عندهم فرصه كويسه قوي للتفاهم. تمام، احنا كده قطعنا، شايفين عملناها ازاي؟ قطعنا الدق وعملنا الكاب اهي والكوره وعملنا الوش بتاع بابا نويل. انا بس هلون الكاب وهزين الوش والدقن وندخلها الفرن. طيب انت ممكن تتفضلي بقى قبل ما اقول بقى الناحيه المهنيه عند الاسد. انا شايفه ان الاسد طبعا بما ان كوكب الحظ عندهم، فهم عندهم قدره على ان هم ينظموا برنامج عمل، عندهم قدره على التنظيم هايله، وعندهم قدره ان هم يعملوا برنامج للعمل هايل يثبتوا فيه نفسهم. يعني كذا كوكب بيدعمهم، فهيعرفوا ان هم يحققوا مصالحهم كويس قوي، وان هو اي مجهود هيعملوه هيلاقوا له، هيعرفوا يكسبوا ثمار او هيلاقوا ثمار لجهدهم. عندهم حظ قوي في العلاقات الاجتماعيه، وعندهم قدره على ان هم ينموا، لو عندهم مشاريع خاصه هيبقى عندهم قدره على تنميه اعمالهم كويس قوي. لو حبينا نشوف بقى الناحيه الماليه اللي هي الناس كتير قوي بتحبها، الناس كلها بتسال على الفلوس. دي حقيقه، فلوس 2014 كلها ما فيش فلوس اصلا. اوكي. عندهم مكاسب ماليه، وعندهم يعني غير المكاسب الماليه عندهم ان هم المشتري هيخليهم يقدروا ان هم يحققوا فوائد كتير، ولو عندهم مثلا حاجه عايزين يبيعوها، عندهم املاك عايزين يتصرفوا فيها السنه دي هايله بالنسبه لهم لغايه 8 اكتوبر. تمام. انا بس عايزه اقول لهم حاجه، انا لونت الكاب اهو زي ما انتم شايفين، انا حطيت صفار بيضه مع اللون. ايه رايكم بقى نطلع فاصل ونرجع نكمل؟ هنكمل تاني لبرج الاسد ولا خلصناه؟ يعني لو عايزه نعرف العلاقات ماشي، هنكمل العلاقات برج الاسد مع برج ايه تاني؟ بعد كده العذراء. العذراء ونكمل كمان الحاجات الحلوه قوي اللي انت عاملاها دي. استنونا بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل. هنحط بقى بابا نويل ده في الفرن، وبعد هو بيطلع بعد 40 دقيقة، بعد نص ساعة نبتدي نزوقه ونحط الطماطم والزيتون زي ما هوريكم. انا عاملة واحد جاهز هوريكم زوقناه ازاي. هنحطه على درجة حرارة 180. وعبير كمان انتي ما تنسيش تقولي لنا الاسد علاقاته ايه. أوكي. والالوان اللي بيحبها ان شاء الله. اوكي اقولها دلوقتي على طول. شوفي الاسد الحجر بتاعه الاحمر الروبي، حجر اسمه روبي، او يمكن يكون هو بالعربي يكون نوع من انواع الياقوت. الالوان الكويسه للاسد هي الالوان الشمس، لان هو الكوكب المسيطر عليه هو الشمس، هتلاقي الذهبي والاورانج والاصفر والاحمر، كل درجات الشمس هي دي الالوان المناسبه لبرج الاسد. والمعدن بتاعه هو الذهب. لو عايزه بقى تعرفوا الاكلات اللي هم المناسبه للاسد برضو، تقول احنا طبعا قلناها السنه اللي فاتت بس كده في السريع افكركم بيها. انا فاكره اللحمه. اللحمه صح، اكيد الاسد بيبقى لحمه، وكمان بيحبوا الرز والخضروات الورقيه، يعني اي خضروات فيها حديد كتير. طيب انا بس هقول لهم مقادير الكب كيك وهنعمل ايه. احنا هنعمل النهارده شجره الكريسماس التلج. مقادير الكب كيك انا هقولها لكم، بس احنا طبعا عملناها كذا مره. هنبقى محتاجين دقيق وبيض وزبده وسكر وبيكنج باودر ورشه ملح وممكن بيكربونات صودا لو حابين. هنبتدي بقى نعملها ازاي. ممكن بقى وانا بزوقها انت قولي لهم بقى
نقول الـ 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 الأبراج المتوافقة مع الأسد. مع الأسد الأبراج النارية زي الحمل والأسد يمشي كويس قوي مع الأسد. كمان البرج الناري الثالث هو القوس. القوس من الأبراج اللي تمشي كويس قوي مع الأسد. ده بالنسبة للأبراج النارية. في كمان الأبراج الهوائية يعني الميزان يمشي مع الأسد، الدلو أحيانا يمشي مع الأسد. الدلو والأسد يا يحبوا بعض قوي يا يكرهوا بعض قوي. أوكي. الجوزاء كمان من الأبراج اللي تمشي هايل مع الأسد. أوكي. دي بس بالنسبة للتوافق بتاع برج الأسد. ماشي. قبل بس ما تبتدي في البرج التاني، انا جايبه اهو الكب كيك مجهزاه، وجايبه الكونو بتاع اي ايس كريم بنجيبه من اي مكان، وده كريم شانتيه هنحطه كده زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى في العذراء يا عبير. اوكي. بالنسبه لبرج العذراء السنه دي زي ما قلت في اول الحلقه ان السنه دي هي السنه الذهبيه لبرج العذراء، بس ده مش معناها ان السنه هتبدا كده ذهبيه من اولها، لسه شوية. مفيش حاجة حلوة على طول أصلا. من أول 11/8 المشتري اللي هو كوكب الحظ هيدخل في برجهم وهيديهم حظ كويس قوي. هيديهم بقى حظ في كل حاجة، مكاسب مالية، عمل، ممكن يكون يجي لهم شغل حلو، وممكن قوي يجي لهم علاقة عاطفية لو هو مش مرتبط، يعني تقابلوا علاقة عاطفية كويس. أنا بس مش عايزة أقطع كلامك، بس هنعمل بالخلة كده عشان يعني أكنها الشجر، الورق الشجر اللي طالع من شجرة الكريسماس، شايفين بقت عاملة ازاي؟ ونتأكد ان الكريم شانتيه ساقع جدا عشان ما يساحش واحنا بنعمله، وبنحطه تاني في التلاجة. اتفضلي. اوكي. هنقول الناحية العاطفية عند برج العذراء، عندهم الناس المتجوزين منهم ياخدوا بالهم لان نبتون في مواجهه برجهم، ده بيخليهم عصبيين وعندهم استعداد للخناق مع بعض وعندهم تشوش عاطفي، فياخدوا بالهم لان كمان هم عندهم رغبه في الاستقلاليه قوي، ويعني هيكون عندهم في من مواليد برج العذراء يا هيبقى عنده رغبه في الاستقلاليه والبعد، يا هيكونوا عندهم تمسك جدا بشركاء الحياه، ده لو كان في تفاهم وتوافق بينهم. اوكي. بس برضو يتحكموا في عصبيتهم وفي تشوشهم العاطفي. الناس بقى اللي مش مرتبطين ممكن يبقى عندهم من اول 12 اغسطس فرصه كويسه للحب، وممكن هم دايما العذراء مش يعني مش بيميلوا للارتباط قوي. هما اصلا اللي انا اعرف ان برج العذراء مش رومانسيين، مش رومانسيين، لا يعني ممكن واحده او واحد يبقوا يفضلوا من غير جواز. عادي جدا. او من غير هو اصلا اسمه العذراء، يعني العذراء دي هي اللي مش بتتجوز. أيوة. فهم مش سهل جدا، مش سهل ابدا ان هم يقتنعوا بفكره الجواز. اوكي. بس عندنا امل السنه دي بقى ان المشتري لما يدخل برجهم في 12/8 يكون يعني ممكن فكرتهم تتغير، ويمكن يجي لهم احساس بان هم عايزين يكون معاهم شريك حياه. طيب انا بحط الفرماسيه بقى الفضي، وهنحط الالوان الاخضر والاحمر والابيض، طبعا انا مجهزه غيرهم عشان يبقوا جامدين، وهيطلعوا في الاخر شكلهم ظريف جدا، بالذات لو احنا بقى جبنا ولادنا او ولاد اخواتنا بيحبوا قوي يعملوا الحاجات دي. اتفضلي يا عبد. الناحيه المهنيه بالنسبه لبرج العذراء انا شايفه ان فيها حاجتين مختلفين. الجزء الاولاني من السنه زحل في مربع برجهم، فده يتخلي عندهم شويه تقابلهم عقبات، ممكن يبقى فيه خشونه في الشغل، شويه قسوه في الظروف، لكن ده هيخليهم انضج وهيخليهم عندهم قدره على التطور احسن. لكن بقى زي ما قلنا انا لسه مصره انها السنه الذهبيه، فهتبقى بعد 11 ان شاء الله، بعد 11 اغسطس المشتري هيبقى في منزل، يعني هيدخل عندهم، المشتري هيبقى في برجهم، فده هيديهم بقى سهوله ويسر في كل حاجه، تبقى الشغل يبقى اسهل، عندهم حوارات، لو ده رايح انترفيو يعني مثلا يبقى عندهم فرصه كويسه قوي للنجاح في الفتره دي، وعندهم لو هما بيشتغلوا في حاجه هيبقى عندهم قدره على اتقان العمل كويس قوي. ده بالناحيه المهنيه.
الناحيه الماليه بقى عندهم اورانوس في منزل المدخرات. اورانوس ده كوكب الثورات وكوكب المفاجآت، فده ممكن شويه يديهم زعزعه في استقرارهم المادي، يعني الاستقرار المادي مش هيكون مستقر قوي. لكن دي مش النهايه، بعد 11 اغسطس هيكون عندهم يعني قدره ان هم يعرفوا يحطوا ميزانيه كويسه معتدله، وعندهم حكمه في اداره فلوسهم، ويقدروا ان هم يامنوا مستقبلهم احسن من بعد 11 اغسطس. بس ده كل اللي اقدر اقوله لتوقعات برج العذراء. الابراج بقى المناسبه مع برج العذراء الابراج لا من الابراج الترابيه زيه، والابراج المائيه، بس انا ارجح الابراج المائيه قبل الترابيه. يعني مثلا مواليد الحوت يمشوا كويس معاه، مواليد السرطان والعقرب من الابراج اللي تمشي كويس قوي مع برج العذراء. الاحجار بقى، كنا بنتكلم على الاحجار. شايفه ان حجر في حجر مهم قوي بيدي طاقه هايله لمواليد العذراء اسمه السردونيكس، والحجر الثاني اللي كلنا عارفينه هو العقيق. المعدن كمان بتاع برج العذراء هو النيكل والزئبق، والالوان طبعا المفضله عند مواليد العذراء هو اللون الاخضر اللي احنا لابسينه، وبس ممكن نزود كمان الوان تانية لبرج العذراء، عندهم الكحلي والبني من الالوان اللي برضو تديهم طاقه كويسه. الاكل بقى المحبب لمواليد العذراء هو الخضار والحبوب وبالذات الجزر. هم عموما يحبوا الخضروات. اوكي، والاوراق الخضراء زي السبانخ كمان، دي من الاكلات المهمه لبرج العذراء. بس ده كل كده احنا عملنا غطينا الحلقه دي العذراء والاسد وايه السرطان. كده احنا خلصنا بابا نويل. شايفين حطينا الطماطم في النص، والزيتون حطيناه كأنه عنين، والفلفلايه قطعناها كده بقه. ايه رايك يا عبير؟ حلوه حلوه قوي دي، ممكن ناكلها نقطعها على فكره، وبتتاكل تبقى حلوه جدا مع الجبنه البيضاء. وعملنا شجر الكريسماس اللي هو سنو اللي بالتلج، وحطينا عليه فرماسيه اخضر وفضي واحمر. يا رب الحلقات النهارده تكون عجبتكم النهارده وامبارح. عملنا الابراج 6 ابراج لحد دلوقتي، فاضل لنا 6 ان شاء الله، وبكره نكمل ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.